بعدا ملي ما كنمشي نحضر هذا اللقاء ديال تقديم الكتاب ديال السي عبد الرحمن، سقسيت المدير المسرح السي محمد السبيه ديالو، قلت له الله يخليك كانوا سيد روج هنا واش ما بقاوش، لان تما قدرت انا هذه القنبله اللي كيقولوا درتها داخل المسرح باش يذبتوا الناس، لا درتها خارج القاعه في واحد الدرج. قال لي لا مازالين، اجي هما نوريهم لك. وقال لي هذيك الساعه اش كانوا ذوك الدروج؟ كانوا واحد المجموعه ديال الماريويات، وحطيتها واحد الماريو. قال لي هذا الدروج من كيدخل صاحب الجلاله الا جا سميتو. ديك الساعه كانوا مشدودين، كانوا حاطين شي ماريويات تماك وشي مكاتب تماك، حطيتها بعيد على هذيك المنطقه وعارفين. وانا بقيت في المسرح ما خرجش، شاي بقيت كانت شي حاجه في المسرح حتى ساعه عاد خرجت. ولكن ملي خرجت مشيت انا وداكون هذه ديال رويتر، وهي قالت ان ما زال عاقل حدا لاكار تما تحت لاكار، وكالة الويتر، وكتبنا ان القنبله توضعت في المسرح والقنبله اخرى في المكان الفلاني والقنبله اخرى في المكان الفلاني. العمل ديالنا كان هو ان نقولوا انه كاين شي حاجه. ودرقه طبعا التفاصيل ديال هذه الاحداث ذكرتيها في كتاب بوحد الذاكره واشهاد الوثيقه احداث 3 مارس 1973، ذكرتي مراسلات وتفاصيل وما نشر عن هذه الاحداث وتداعياتها الى اخره. بغيناك تحكي لنا كيفاش غادرتي المغرب، كيفاش لانه تحكم عليك بالاعدام مباشره بعد هذه الاحداث. يعني في المحكمه ديال سميتو فغشت غيابيه. انا في الحقيقه كنت ناوي نيت نغادر المغرب، لانه كنت درت واحد اللقاء مع الفقيه البصري فاعتقد في اكتوبر 72، وقلت له خص عمر دهكون يخرج من المغرب لانه هو محكوم بالاعدام، وجوده في العمل السري كيهدد هذا العمل اللي كنديروا داخل المدن. هو يعني مسؤول عسكريه في لا هو كان محكوم في سميتو في محكمه مراكش، وبالتالي مهدد. هو كان هنا فعلا مختفي، داير الطربوش واللحيه وكيقرا القران في المقبره في الدار البيضاء، مغطي المسائل ديالو، ولكن فيه خطوره. هو كان عمر الله يرحمه ما باغيش يخرج، قلت له انا غادي نمشي نقنعو ولكن خصو يخرج. وكانت هذيك الرحله كانت مفروض نديرها ونرجع باش تخرجوا باش ننظموا الخروج ديالو، تسمى يعني بواحد الحاجه اللي ترضيه بلا المسائل. ولكن بدات الاحداث على اساس الاحداث، ما احنا فاجاتنا الاحداث اللي انطلقت في سميتو وكان السلميد كان كيتصل بينا تيقول لينا خصكم تلقوا العمل في المدن. ما فهمتش انا ديك الساعه، ولكن بعد ما خرجت عاد فهمت ان محمود كان واخذ قرار انه ما تطلق حتى رصاصه، لانه غير مستعدين وخصنا حتى ندربوا الناس وعاد المسائل. وكيقول لنا حنا خصنا نبداو باش يقول الاخرين حنا نبداو باش الاخرين ينطلقوا. تماك فين جات ديك القنابل اللي قلنا توضعات في محمد الخامس، مسرح محمد الخامس، واخرين في الدار البيضاء الى اخره، واحد المجموعه قنابل اللي كنا متقنين انها ما غادي تنفجر شيء. لانه كاين لنا التجربه هذه، يعني انا كنحكي لك هذه القنبله اللي درتي انت اللي انا ملي كنت نقدم الكتاب ديال السي عبد الرحمن اليوسفي في محمد الخامس، انا يعني كنعرف الاغلبيه ديال الحضور غالبيتهم مناظرين، غادي يقولوا هذا السيد هذا دابا هذا كان غادي ينسف هذا المسرح واش دابا كيخطب علينا. فقلت لهم في ديك الكلمه هي منشوره هنا، راه عندي واحد القصه مع هذه المؤسسه هذه، وانا اعدكم انني سارويها كما هي في المذكره ديالي، ورويتها في ديك المذكره ان خدينا القنبله. بعد ملي كنمشي نحضر هذا اللقاء ديال تقديم الكتاب ديال السي عبد الرحمن، سقسيت المدير المسرح السي محمد السبيه ديالو، قلت له الله يخليك كانوا سيد روج هنا واش ما بقاوش، لان تما قدرت انا هذه القنبله اللي كيقولوا درتها داخل المسرح باش يذبتوا الناس، لا درتها خارج القاعه في واحد الدرج. قال لي لا مازالين، اجي هما نوريهم لك. وقال لي هذيك الساعه اش كانوا ذوك الدروج؟ كانوا واحد المجموعه ديال الماريويات، وحطيتها واحد الماريو. قال لي هذا الدروج من كيدخل صاحب الجلاله الا جا سميتو. ديك الساعه كانوا مشدودين، كانوا حاطين شي ماريويات تماك وشي مكاتب تماك، حطيتها بعيد على هذيك المنطقه وعارفين. وانا بقيت في المسرح ما خرجش، شايب بقيت كانت شي حاجه في المسرح حتى ساعه عاد خرجت. ولكن ملي خرجت مشيت انا وداكون
هذه ديال رويتر وقالت انبا مازال عاقل حدا لاكار تما تحت لاكار وكتبنا وكاله الويتر وكتبنا ان القنبله توضعت في المسرح والقنبله اخرى في المكان الفلاني والقنبله اخرى في المكان الفلاني. العمل ديالنا كان هو نقولوا انه كاين شي حاجه والقنابل طبعا ما تفجرتش الا ما كانش القصد هو انها تفجر يعني لا يعني عارفين انه يعني تقريبا 99% ممكن ما تفجر شيء لان داك الشيء ما كانش وفعلا ما تفجرت حتى وحده فيهم كانوا شي خمسه تم غالبا لان احنا علمنا عليها وعثروا عليها وهذا الشيء كان في 2 مارس انا ما خرجت 22 مارس ولكن قلت لك في هذا الاطار ديال انه خص يكون يخرج شكون اللي دار المسائل هو انه في 5 مارس وقع الهجوم على مولاي بوعزة بدون اذن محمود مجموعه هاد المناضلين اللي دخلوا معاه وهذاك المسائل مشاو هجموا على واحد المقر باش ياخذوا السلاح من تماك وقتلوا واحد هذه اللي خسرت المسائل رغم ان محمود ساكنه عسكريه تماك ديال القوات المساعده واقيلا وقتلوا شي حد تماك هي اللي فجرت الاشياء و تم أكثر يعني تم تطويق المنطقة وتصفية العناصر تقريبا كلها. كيفاش خرجتي؟ أنا ما خرجتش ديك الساعة خرجت أنا ديك الساعة أنا عوال باش نخرج كان عندي 3 الاحتمالات. كيفاش بعدا عرفت؟ مشيت للدار البيضاء أنا كنت محامية مع سي صديقي وسي عبد الرحيم بوعبيد وعندنا شي ملف تجاري في المحكمة في الدار البيضاء ومشيت الصباح بكري ووقف مع المحامين تماك والسي اللي كان صباح من بعد سميتو النقيب للمحامين السي محمد زيان لا 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 في الدار البيضاء عندي سميت المهم هو عارف راسو كان نقيب سميتو كان حتى هو متدرب عند التبر وكيحكي لهذوك المحامين اللي واقفين معاه وانا واقف معاهم ان فلان تقبط وفلان تقبط وفلان تقبط وقلت انا هذه غالبا يمكن سميتو اش درت انا كنا واحد الدار كاينه انا وداك كنت تماك فين كنا كنتجتمعوا مشيت لتما وعيت لواحد ولد الله يخليك تدخل طلع الفوق ندق على الدار اليسريه نقول له راه الحاج كيتسناك لتحت بغيت نعرف واش كاين تماك هو واش البوليس كاين وبدلت المقر فين تلاقيت مع الدري مشيت للجهه الاخرى خرج داك الدري بدا كيدور كيقلب عليا حتى تاكدت ان ما تابعو حتى قال لي راه ما كاين حد ديك الساعه طلع نشوف واش الدار مشمعه ولا ما مشمعاش طلعت للدوزيام ايطاج بالعاني ودزت على الدار الاخرى ما سميتو ولكن صبحت عندي اذن قلت انا عندي 2 المسائل اما غادي عندي امكانيات نتخبى داخل المغرب واما الحدود الجزائرية وإما المطار وقلت شكون اللي هي فيها مخاطرة أقل قلت المطار ديك الساعة بيدي يكون ديما مستعد باش نسافر مشيت للمطار باش نركب وتلاقيت واحد السيد براسي سميه إبراهيم بوندي كان سميته كان الفقي صيفط معاه واحد الرسالة جاء عندي قلت له بعد مني ما تهضرش معايا خليني نركب إلا جاب الله ما ركبت شيء خبر الإخوان أنها أنني تقبضت وصافي صافي وطلعت في الطيارة ولكن ما عرفت شيء راسي أنا منا حتى نزلت في أورلي لأن الطائرة مغربية يمكن يرجعوها في أي وقت ولكن ديك الساعة ما كانش شيء الأورديناتورات وما كانش هاد المسائل باش يعرفوا بسرعة غالبا ما تعرف هاد الشيء بحيث ما عرفتش أنا حتى أنا أن كنت تقبضت حتى وصلت للجزائر عند الفقيه باش نمشي غير نشوفه وما أنا واخد معايا حتى البيي دو روتور ديالو ولكن فتماك سقط الاخبار علنوا في الاذاعه المغربيه ان دهكون وبودرقة تقبطوا وانا في الحقيقه ما تقبطش انا ما قبطت شيء وديك الساعه طرا عليا الفقي شنو غادي دير قلت له انا غادي نرجع للمغرب لان ديك الخرجات ديالي اللي كنت ندير وكنشوف اللاجئين انت ما كنتيش مقرر انك تبقى 28 سنه من الخدمه لا حلفت في حياتي ما عمري نكون لاجئ سياسي ان كنشوف ذاك الحزن اللي موجود عند اللاجئين السياسيين رغم انهم موجودين في باريس وفي بلجيكا وفي الجزائر وفي ليبيا عندهم الحريه ولكن واحد المسحه ديال سميتو ديال حلفت ما نكونش لاجئ فلهذا كتبت انا هذه القضيه راه ما كانش عندي وثيقه ونشرتها ديال الرساله اللي صيفط الاستاذ المتوكل محمد المتوكل والسي عمر الساحلي
صيفط له واحد الفرنساوي واحد المبلغ الفلوس باش ياجر لي الدار في النواحي ديال الرباط باش ندخل، ودرت حتى الهيئه اللي غادي ندخل عليها. دابا يدخل متنكر. متنكر طبعا يعني فقيب المسائل. السميه ديالك معروفه يعني غادي تدخل تدخل. ندخل ما ندخلش على غادي ندخل انا بودرقه مبارك غادي ندخل بوثيقه اخرى. لا لا حواتك هذيك. ولكن ما درتيش هذا. لا كنت هو اللي نديرها وحضرت الصوره وحضرت المسائل كلها وعندي حتى البطاقه الوطنيه اللي يمكن نعمر وداك المسائل. انك تكون فقيه وتدخل. صافي ندخل ولكن وقعت خلافات ما بين الفقيه البصري وبين الميد وسميتو وعيط لي الفقيه قال لي اجي خصك تقابل هذا الشيء بالجزائر. ثم ملي جيت نقابل الجزائر وقع واحد الاجتماع مهم جدا في جوي جا حضروا السي عبد الرحمن اليوسفي تماك فين تقرر وقف العمل المسلح. السي عبد الرحمن اليوسفي لعب واحد الدور انه الان صحابنا في السجن خصنا المهمه ديالنا هو نخرجوا الناس من السجن وعرض عليا ديك الساعه انه نكون معه كان في اتحاد المحامين العرب وخصو اللي يساعدوا في هذاك العمل اللي كيدير ديال حقوق الانسان. وبالنسبه للحكم الاعدام يعني كيفاش تلقيتيه؟ كنتي داكشي يعني تعرف داك الشباب ديك الساعه ما عندي مشكل لان انا براسي انا كنت محامي وكنعرف حتى الفصل اللي غادي يطبق عليا يعني داكشي زعما كنت عندي قناعه فيه ماشي زعما عارف راسي نهار تقبط ما عنديش شي حاجه اخرى غير الاعدام لانه واضحه القانون المغربي واضح. في الجزائر شنو كانت العلاقه ديالك مع الجزائر في هذيك الفتره؟ واش كان لانه كانوا معارضين كثار مغاربه كيمشوا للجزائر؟ كان بزاف ديال المعارضين المغاربه ولكن واحد القضيه اللي درتها ايضا في هذا الكتاب الاول هو هذا بينت انه اغلبيه ديال الناس بما فيهم بعض المناضلين تيقول لك ان الناس كانوا عملاء ديال النظام الجزائري وعملاء المخابرات يعني ماشي صحيح. هنا تنقول في ديك المقدمه كان واحد قائم بالاعمال هنا ديال فرنسا سميتو إيريك ديماري هو اللي كان محل السفير ولينا من بعد اختطاف المهدي من بركه ما بقاش السفير لا ديال المغرب ولا كان قائم بالاعمال وناداه المرحوم الحسن الثاني قال له خصك تمشي عند رئيس الجمهوريه اللي هو يداك ديك الساعه بومبيدو وتقول له عندنا واحد الاتفاق عسكري خصو ينفذوا لان وقع عليه هجوم من الجزائر. وهذا كيفاش تعرفت على هذيك؟ انا ما كنعرفوش ولكن كيعرف واحد الصديق مشترك وقال له كيحكي له على هذه الفتره في المغرب قال له هذاك راه كنعرف احد الاساسيين اللي كانوا فيها قال له الله يخليك بغيت نشوف وعرض علينا ومشينا تغدينا جميع وحكى لي هذا الشيء. فبومبيدو جمع ذاك الفجيس ديال الامن ديالهم وكلفوا دومارونش الكسندر دومارونش اللي هو مسؤول على المخابرات اسبيوناج وكونتر اسبيوناج قال له تجيب لنا تقرير فيما يخص هذا الحدث هذا. وجاب لهم تقرير بعد مده يعني كياكد له ان السلاح جا من ليبيا دخل من ليبيا ودخل الجزائر ودخل المغرب هذوك الناس كلهم دخلوا من الجزائر دخلوا للمغرب ولكن بدون علم اي سلطه من السلطات الجزائريه. خصك تعرف ان المناضلين ديالنا كانوا كيخبعوا بحيث الا اكتشفوا الجزائريين عندهم قطعه سلاح داك العذاب اللي كيديروا لهم ما كيمكن البوليس المغربي ما كيديروش يعني كان احتياطات بالنسبه للجزائريين لان بالنسبه للنظام الجزائري يداك كان عنده واحد سميته انه خصو يكون هو اليابان ديال المنطقه وخص بورقيبه نظام رجعي يبقى تماك ملكيه من هذا الجهه ويبقى هو النواور ديال المنطقه هما اللي كبعد خطرات يمكن الا عرفوك الداخل يمكن كيعطيو للسلطات ان فلان داخل ولا هذه المسائل باش بيخليو الاشياء بالتغيير ما كانش